بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا اللقاء سيكون إن شاء الله تعالى في كتاب أو في درس كتاب معالم السنن للإمام الخطابي حمد بن محمد، الذي شرح فيه سنن أبي داود رحمه الله، أحد الكتب الستة التي عليها، كما تكرر مرارا، التي عليها مدار الحديث في الإسلام، أحد الكتب الستة وهو سنن أبي داود، والذي تميز على غيره من الكتب الستة أو الأمهات الستة بجمعه لأحاديث الأحكام، جمع فيها أحاديث، يعني ركز جهده أو ركز أحاديث الكتاب أو ركز عمله على استقصاء أو على جمع أحاديث الأحكام بالدرجة الأولى. وما عدا ذلك فلم يذكر، هذا تقدم الكلام عليه في أثناء الكلام على المدخل إلى سنن أبي داود رحمه الله في هذه اللقاءات. الشارح رحمه الله، وقلنا أن أبا داود رحمه الله إنما يذكر في الباب عادته، أن عادته رحمه الله في هذا الكتاب أنه لا يذكر غالبا إلا حديثا واحدا أو حديثين في الغالب، أو ثلاثة على الأكثر، يعني لا 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 يذكر كغيره أو في مثل الكتب الأخرى مثل الصحيحين مثلا، أو مثل الكتب التي فيها الجمع للأحاديث مثل بلوغ المرام، مثل المنتقى، منتقى الأخبار للمجد بن تيمية، مثل الترغيب والترهيب، مثل المشكاه، مشكاه المصابيح، إلى غير ذلك من كتب الحديث المعروفة. هذه تذكر في أكثر الأحيان أو في كثير من الأحيان مجموعة كبيرة من الأحاديث، لكن أبا داود رحمه الله قاعدته ألا يذكر إلا حديثا أو حديثين، فيختصر مسائل الباب في هذين. وكذلك تبعه الشارح رحمه الله الإمام الخطابي، كأنه تبعه في ذلك، فإنه يأتي إلى الباب الذي فيه مثلا حديثين أو ثلاثة، فيأخذ منها حديثا واحدا ويشرحه، ويكون بذلك مستقصيا، أو يكون بشرح هذا قد ذكر جملة ما في الباب من المسائل، يعني ما يأتي إلى حديث الباب حديثا فيشرحه، لا، إنما يأتي إلى حديث واحد أو حديثين فيشرحهما، ويكون بذلك قد طوف أو ألم بأطراف المسائل، مسائل الباب، ويكون قد دل بما ذكره على ما لم يذكره. الشيء اللي ذكره في الشرح يكون كافيا يغطي، يعني يغطي مسائل الباب في الغالب، والكمال لله عز وجل، يعني ليس هذا يعني الغرض منه تسجيل العصمة له رحمه الله، لا، إن المقصود أنه اجتهد فيها لأنه قصد الاختصار، شرحه مختصر ومركز، لم يقصد الاستقصاء ولم يقصد البسط، لم يقصد البسط، وإنما قصده الإيجاز. وقلنا أيضا من باب التذكير، لأنه قد يكون ما حضر معنا بعض هذه الفوائد أو بعض هذه المداخل، قلنا أن الخطابي رحمه الله من شأنه الاختصار والإيجاز، وأنه قصد بهذا الكتاب كما سمعتم في مقدمته أن يقرب المحدث إلى الفقه، وأن يقرب الفقيه إلى الحديث، أن يقرب المحدث المشتغل بالحديث إلى الفقه، وأن يقرب الفقه الفقيه إلى الحديث، لأنه كان في زمانه طائفتان متخاصمتان، إحداهما يطلق عليها أهل الحديث والأثر، يسمون بأهل الحديث والأثر، والثانية تسمى أهل الفقه والنظر، وأنها كما قال رحمه الله كانتا متخاصمتين متنازعتين، وبينهما من الاختلاف ومن غير ذلك،
ما بينهما، وأنه ليست طائفة لا توجد، كأنه يقول لا توجد في الأرض أو في العلوم كلها طائفة هي أقرب إلى الأخرى أو أشد احتياجاً إلى الأخرى من هاتين الطائفتين، من احتياج طائفة أهل الحديث والأثر إلى طائفة أهل الفقه والنظر، والعكس كذلك، من حاجة أهل الفقه والنظر إلى أهل الحديث والأثر، هؤلاء يحتاجون إلى هؤلاء وهؤلاء يحتاجون إلى، يعني أنهم كما يقول، كأنه يقول أنهم يكملوا بعضهم بعضا، وأنهم لا حاجة بل لا صواب، لا صواب فيما كانوا عليه من حال من التخاصم والتنازع وتبادل التهم، تبادل التهم، كل طائفة ترمي الأخرى باتهامات لا داعي لعرضها، لأن هذه كما قلنا أنها مسألة قديمة، أن هذا النزاع قديم، وقد من الله عز وجل بإنهائه تقريبا، انتهى الآن تقريبا لما تيسر بفضل الله عز وجل من التقاء العلماء في المجامع الفقهية وفي المؤتمرات وفي الندوات وفي الجامعات وفي كل ما يمكن الاجتماع فيه، فتقاربت الأنظار، وإن شاء الله هذا أدعى كذلك إلى تقارب القلوب والتفاهم وما يترتب على ذلك من نقاش علمي يجلي حقائق المسائل وحقائق الأمور ويوضح ما غمض من كل طائفة عن أخرى. فهذا الحمد لله أمر قديم زال كله أو جله بحمد الله عز وجل، ما عد أصبح منه شيء يذكر الآن بفضل الله عز وجل إلا شيئا قليلا في بعض البلاد وعند بعض الناس الذين يعني قد يخالفون هذا المنهج وهذا الطريق، لكنها قليلة وليست كثيرة، ليست كما كان الحال عليه في عهد الإمام الخطابي رحمه الله. ولذلك قال بأني ألفت هذا الكتاب ليجد المحدث فيه أو ليكون للمحدث عونا منه على قربه من الفقه، يقرب المحدث إلى الفقه، لأن الخطابي رحمه الله عندما يذكر الحديث يقول، يعني بعد أن يسر الحديث من سنن أبي داود يردف ذلك أو يعقب عليه بعد بيان المعاني والغريب، وإذا كان في الحديث كلام من ناحية الصحة وغير ذلك فيذكره في كثير من الأحيان، بعد ذلك يقول وفيه من الفقه، يعني في هذا الحديث فيه من الفقه، هذه المسألة أو هذه الخاتمة التختيم، يعني هو الذي قصد إليه حين قال بأني أردت أن يجد المحدث في هذا الكتاب ما يقربه إلى الفقه، وأن يجد الفقيه في هذا الكتاب ما يقربه إلى الحديث، لأن كل واحدة منهم بحاجة إلى الأخرى، أهل الحديث في حاجة أهل الفقه والنظر، وأهل الفقه في حاجة كذلك إلى أهل الحديث والنظر، إحداهما تؤسس تشتغل بالدليل بصحة الدليل وتقعد القواعد المتعلقة بالحديث من ناحية الصحة ومن ناحية اشتراط شروط هذه الصحة وبيان ما يتعلق بذلك من حيث قبول الحديث، من حيث القبول والرد وغير ذلك من أنواع علوم الحديث الكثيرة التي ذكر منها ابن الصلاح أو التي أوردها ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث أو المشهور بمقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، لأنه كالمقدمة لدراسة الحديث النبوي، لأنه كالمقدمة أشبه بالمقدمة يقدمها طالب علم الحديث بين يدي دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك اشتهرت وخاصة عند بعض البلاد في البلاد الأخرى غير العربية اشتهرت بالمقدمة، يعني انتشرت هذا الاسم عندهم بادئ ذيبت في البداية، لكن هي على كل حال أمالي في علوم الحديث، كتاب علوم الحديث مشهور معروف للإمام أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله، الذي لما ولي دار الحديث الأشرفية في دمشق ما هو ألف لطلابه، إنما أملى عليهم أمالي وهي التي إملاء، يعني يملي على طلبته الذين يجلسون عنده في هذه الدار، دار الحديث الأشرفية، يملي عليهم فيكتبون
فألف فيكتبون هذه الأمالي، فاجتمع منها هذا الكتاب الجليل النفيس، وهو كتاب علوم الحديث بن الصلاح، الذي كما قلت قبل قد ذكر فيه 65 نوعا من أنواع حلوم الحديث، وكل نوع منها علم مستقل برأسه، له حدوده، تعريفات، شروط، قضايا متعلقة به، يعني النوع الصحيح والنوع الضعيف والنوع الحسن والنوع المرسل والنوع المعضل والنوع المنقلب والنوع المدرج والنوع المعضل والنوع مختلف الحديث والنوع رواية الآباء عن الأبناء ورواية الأبناء عن الآباء، وهكذا أنواع كثيرة، خمسة ذكر 65 نوعا، كل نوع هو علم مستقل برأسه، ولذلك سميت علوم الحديث تقابل هذا يعتبر أو أصول الحديث أيضا مقابلة لعلم أصول الفقه. هناك أصول الفقه كالتمهيد والقواعد للاستنباط، هنا أصول الحديث كالتمهيد والقواعد لدراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بينة وبصيرة. فنجد سنسمع بعد قليل، لأن هذه اللقاءات طال الكلام فيها جدا على كتاب الطهارة وآداب التخلي والأحاديث التي شرحها الإمام الخطابي في هذا الكتاب الجليل، وقلنا أنها يعني 19 بابا، أليس كذلك؟ 19 بابا في كتاب الطهارة، وذكر فيها نحو من 20 حديثا، 19 أو 20 حديثا، كلها في آداب التخلي. وقلنا أيضا أن الآداب، هذا أكرر أيضا لأن أشعر أن أو أظن أن كثيرا من الحاضرين لم يستمعوا إلى هذا، لأن ما كانوا حاضرين فيما سبق فيها، وهذا شيء شأن معروف في هذه الدروس العامة، يحضرها فريق ولا يحضرها آخر، والعكس قد يحضرها ناس لم يحضر أصلا، ما سمعوا شيء ما هذا، فلعلكم في هذا فائدة. فالمقصود أن هذه الأحاديث التي ذكرها في الأصل، طبعا مؤلف الأصل وهو من؟ الإمام أبو داود رحمه الله، وهي ذكر فيها 19 بابا، تضمنت نحو من 20 حديثا، كل حديث منها يؤسس أو يدل على أدب من آداب التخلي وقضاء الحاجة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بها. وهذه الآداب ليس المقصود بها أن أمر يعني شيء ثانوي أو شيء، لما نسمع أدب يعني كان نقول أنه من ما يقابل الشيء الذي هو ليس بواجب، لا، ليس المقصود بالآداب هذا، المقصود بالآداب الآداب التي أدبنا الدين بها في هذه المسألة، في مسألة قضاء الحاجة، أدبنا يعني علمنا ووجهنا إلى أن نفعل هذه، لأن الدين كله كما قال الإمام ابن القيم أن الدين كله أدب، كل تشريعات الدين وأحكام الدين وتشريعات قضايا كلها آداب، تعتبر آداب بهذا المعنى، يعني أن الله أدبنا بها، هذب نفوسنا وطهر قلوبنا ووجهنا إلى 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 أحسن صراط، إلى أقوم سبيل، سواء كان ذلك في موضوع الطهارة والتخلي، أو كان في موضوع الصلاة التي هي عماد الدين، أو كان ذلك بالزكاة الذي طهرة المال، أو كان في الصيام الذي هو في من أفضل الأعمال، أو أنه كما ورد في الحديث أنه لا عدل له، ولكن الصواب أن الصلاة هي التي هي أفضل، لأنه دل على ذلك الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فهذا دليل صحيح صريح على أن أفضل الأعمال هي الصلاة. لكن هناك حديث آخر، وهو أن الصوم أمره ما الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، وقال بأنه لا عدل له، يعني أنه في هذا الجانب الذي هو الخفي، في الجانب التعبدي الخفي، لأنها عبادة لا يطلع عليها الله عز وجل، هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابها عند الكلام على فضائل الصيام والكلام على ما يتعلق بذلك، وقبل ذلك الصلاة
ما يتصل بها. لكن هذا بالمناسبة أو بإشارة، هذه إشارة يا عابرة على هذا الموضوع. فقوله رحمه الله يعني من منهجه ومن طريقتها التي سنسمع الآن بعد قليل، لأن هذه الآداب تقريبا بحمد الله، إن هذه الآداب، أن كل هذه الآداب أو جلها بفضل الله عز وجل ومنه وإكرامه، قد تعرض لها، قد سبق الكلام عليها يعني في اللقاءات السابقة تقريبا، إما الكل وإما الجل، جل هذه الآداب، ولكن بقي المرور أو بقي العرض، بقي عرض كلام الشيخ، كلام الإمام الخطابي رحمه الله بعبارته هو، بعبارته البليغة. لأن من فوائد هذا الكتاب الجليل ومن مزاياه الذي تفرد بها هو أنه صاغه بعبارة بليغة راقية، لأن الرجل رحمه الله صاحب لغة وأدب، رجل ليس فقط محدثا، ليس هو محدث فقط من أهل الحديث، هو كذلك نعم، لكنه بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تعده من أهل اللغة والأدب أيضا، وله مؤلفات في ذلك، منها من أشهرها كتابه غريب الحديث، كتاب غريب الحديث، وهي هذه من أجل كتبه رحمه الله، وهو كتاب مطبوع يأتي في الأحاديث الغريبة التي وردت في الأحاديث، فيشرحها شرحا لغويا جميلا، ويستشهد لها باللغة، بلغة العرب وبشعرهم، وفيه من الفوائد والفرائد ما لا يكاد يحصر وما لا يكاد يحاط به إلا عند القليل. ولو كتب أخرى طبعا، له كتاب الإمام الخطاب، له كتب جليلة أخرى غير المعالم، غير معالم السنن، من أشهرها كتاب أعلام الحديث، كتاب أعلام الحديث في شرح إيش؟ شرح صحيح البخاري، نعم، كما شرح سنن أبي داود، كذلك له كتاب أعلام الحديث، عندنا معالم السنن في شرح سنن أبي داود السجستاني، لكنه شرح صحيح الإمام الجليل البخاري أبو عبد الله، وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجحفي رحمه الله، المتوفى سنة 256 للهجرة، أمير المؤمنين في الحديث، وصاحب أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل عند أهل المشرق. وأما أهل المغرب فيقدمون إيش؟ صحيح مسلم، يقدمون صحيح مسلم رحمه الله، وهما الصحيحان على كل حال، هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. الجمهور الأكثر وخاصة أهل المشرق على تقديم صحيح البخاري رحمه الله. فالخطابي رحمه الله لأسباب كثيرة أيضا لعلنا نتكلم عنها في 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 موقف آخر أو في لقاء آخر، يعني أسباب تقديم صحيح البخاري. المهم أنه شرح البخاري، صحيح البخاري، بكتاب اسماه أعلام الحديث، وله كتاب شأن الدعاء أيضا، ذكر فيه كل ما كثيرا من مسائل الدعاء من حيث الفضائل الحديث والآثار الواردة فيها، وما ينبغي في ذلك، ما ينبغي من آداب، وما يتصل بكل ما يتصل بذلك، سماه شأن الدعاء، شأن الدعاء. وله كتاب لطيف، يعني ليس كبيرا، هو لطيف يعني من اللطف، ممكن نعم، يعني كتاب جميل يعني، لكن القصد باللطف يعني أنه ليس كبيرا، هكذا جزء يعني في حوالي 100 صفحة أو نحو ذلك، في موضوع العزلة، في موضع العزلة، مسألة العزلة، ذكر ما فيها، ما ورد فيها من الآثار، من الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث عليها، وذكر الأحاديث المقابلة التي فيها الحث، التي فيها الحث على الخلطة بالناس، وأنها أفضل من اعتزالهم، مثل قوله صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن القوي، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، هكذا. المهم يأتي بالأحاديث الواردة في المسألة، في مسألة العزلة، ويأتي بالأقوال والآثار والنصوص عن السلف، عن السلف الصالح وعن الأئمة ما قالوا في ذلك، ويذكر الأشعار والنصوص، يعني المهم كأنه دائرة معارف، أو كأنه يعني حجة
أو مرجع أو مصدر في مسألة العزلة بعبارة بليغة. طبعا يذكر يصوغ الكتاب بعبارة أو بعبارته البليغة الشهيرة عنه التي سنسمع إن شاء الله شيئا منها عند قراءتنا هذه الليلة في بعض الكتاب، لأن اللقاءات السابقة كانت كلها هكذا كما هو الشأن في هذا اللقاء، يعني الكلام شرح لما ذكره المصنف رحمه الله الإمام الخطابي. الآن نستمع إلى شيء من كلامه رحمه الله في شرح هذه الأبواب اللي هي ضرورية، التخلي والآداب، وإن كان يعرفها الأكثرون لكنها لا بد منها، وهي دائما في الغالب موجودة في أوائل كتب السنة وفي كتب الفقه أوائل كتب القدر، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فالكلام على الطهارة يقتضي الكلام على آداب التخلي وآداب الاستنجاء وما يتصل بذلك من آداب ومن أحكام ومن شروط ومن مسائل، وذكر النصوص الواردة فيها وبيان ما يتعلق بذلك. فنأتي الآن إلى الكلام إلى باب ما ينهى أن يستنجى، باب ومن باب، شوف حتى لما يعنون العنون في قوله رحمه الله ومن باب ما ينهى أن يستنجى به، هذا من باب، يعني الذي ذكره أبو داود رحمه الله صاحب السنن، ما الذي ذكر؟ قال باب ما ينهى أن يستنجى به، هذا صياغة أبي داود أو نص أبي داود، لكن الخطابي يقول إيش ومن باب، هذا يدلك على ماذا؟ على أنه لن يشرح كل أحاديث الباب، أليس كذلك؟ لأنه لو شرح لكان ذكر باب فقط اقتصر على ذلك، لكن يقول لكن لما يقول ومن باب يعني أنني سأذكر من هذا الباب ما تقتضيه الفائدة العلمية أو ما يقتضيه البيان الكافي والشافي لهذا الباب، دون اشتراط ودون التزام بشرح كل أحاديث الباب. نعم، قال ومن باب ما ينهى أن يستنجى به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم بارك في علم شيخنا وعمله وعمره وزده سدادا وإحسانا وتوفيقا. قال الإمام المصنف أبو سليمان الخطابي رحمه الله ومن باب ما ينهى أن يستنجى به. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني أن شيم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني عن رويفع بن ثابت قال إن كان أحدنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو يستنجي برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. شوف هذا الدليل على أنها ليست قضية أدب، بس أدب يعني بمعنى أنه لك أن تفعله ولك أن لا تفعله، هو على كل حال الأدب هي سنن. هذا يقودنا إلى الكلام على أننا وكثيرا من الناس لما تقول أنه سنة يقول الحمد لله يحمد الله أن القضية ما هي صعبة، يعني لما تقول هذه سنة تقول سنة كأنه يستخف بها، لا، هو ليس المقصود أن تقول أن هذه سنة يعني ليست مهمة. لما نقول هذا الأمر سنة يعني الذي يقابل المستحب عند علماء الأصول، السنة تقابل المستحب، أليس كذلك؟ يعني الشيء المستحب، ليس المقصود بها لما نقول أن هذه سنة يعني تفهم منها أن شيء غير مهم، لا المقصود لما نقول أنها سنة أنها لا يعاقب من تركها، لكن الذي يثاب فاعلها لكن لا يعاقب من تركها، إذا ترك السنة لا يعاقب عليها، لا على تركها، لكن لا شك أن الذي يترك السنة إيش قد أدخل على نفسه النقص وأدخل على نفسه الخلل الكبير، لأنه أضاع على نفسه يعني شيئا كثيرا من الفضل، وإذا اعتاد على ذلك أيضا اعتاد
على ترك السنن. هذه مشكلة أيضا، أنه يتتابع في هذا. هذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الإمامة، في الاقتداء بالإمام. تقدم قال لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين في حديث الصحيح: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يتأخر يتعود على التأخير، تأخير إلى أن يؤخر الله، أصبح خلاص التأخير عنده إيش؟ شيء عادي، يعني يعتاد على التأخير دائما. الناس يتقدمون يتسابقون إلى الفضل، يتسابقون إلى الصفوف الأولى، وهذا يتأخر كما قال صلى الله عليه وسلم، اعتاد على التأخير، يتأخر حتى يصبح من المتأخرين دائما متأخر، معروف بأنه معروف بالتأخر وليس بالتقدم. هذا شيء طيب ولا شيء سيء؟ أي ليس شيئا طيبا لا شك، ما هو خطيئة وله ذنب كبير، لكنه شيء يشان به المسلم، ما هو طيب، ليس بطيب. وإذا اعتاده مثل الطالب المقصر الذي يعتاد الإهمال والكسل وعدم مراجعة الدروس وعدم الاهتمام بالمواد من أول العام وعام، وترك الآخر إلى أن يصبح مشهورا بالتأخر عن أقرانه من الطلاب من المجتهدين المثابرين المواظبين على دروسهم، فهو عند الحصاد يكون لا شك متأخرا. حتى لو نجح ينجح على الحافة، حتى لو اجتاز الامتحان اجتازوا على الحافة، يعني ما يلا ينجح الله يمشي. هذا مثل المتفوق المتقدم الذي هذا في هذا مثل للتوضيح، ليس هذا ليس مثل هذا. يعني نتكلم في مسألة السنن هذا، فالقصد أنك لما نقول سنة لا تفهم منها أن سنة يعني معناه أنها مو مهمة، يعني ممكن إذا فعلت ما في مشكلة، لا ليس هذا المقصود. المقصود بأن السنة يعني ليست مثل الواجب، بمعنى أنه إذا فعلها يثاب عليها، لكن إذا تركها لا يعاقب عليها. لكنه بتركه للسنن أولا خالف نبيه صلى الله عليه وسلم، والمحب شأن المحب أنه إيش؟ مطيع للمحبوب، متأسن، كما كان بعض الصحابة مثل كما كان ابن عمر رضي الله عنهما الذي وغيره من الصحابة، لكن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق رضي الله عنهما كان شديدا معروفا بالشدة الاتباع للآثار النبوية، حتى إنه كان إذا يعني لمصاحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أنه نزل في هذا المكان، أقام في هذا المكان، قضى حاجته في هذا المكان، فيتعمد أو يتقصد رضي الله عنه أن ينزل في نفس المكان الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحت الشجرة في المنطقة الفلانية نزل فينزل فيها، في ذلك المكان جلس فجلس فيه. هذا شأن المحب، هذا ليس بلازم، يعني هذا يلزم لازم يفعل الإنسان هذا؟ يجب عليه؟ لا يجب على ابن عمر رضي الله عنه ولا على غيره، لكن هذا دليل المحبة، دليل قوة المحبة له صلوات الله وسلامه عليه، وعلى كمال هذه المحبة، حتى إنه في الأشياء التي لم يؤمر بها، يعني ما هو لم يؤمر بها مخالفة للشرع، لا يعني قصد لا تلزمه، لو فعلها ما في لا ليس فيها ضرر، لكنها لا تلزمه، مع ذلك فعلها. فما بالك بالسنن والسنن المؤكدة خاصة التي تأكدت بقوله صلى الله عليه وسلم أو بفعله أو بتقريره. فالسنن هذه لا تفهم أو لا يفهمن أحد أن المقول سنة أنها ليست مهمة، لا ليس هذا المقصود. المقصود أنها ليست كالواجب أنه إذا تركها يأثم، لا، لكن إذا اعتاد تركها لا شك أن هذا حرمان كبير، حرمان يحرم به المرء نفسه، لأنه ابتعد عن الاقتداء بالحبيب صلوات الله وسلامه عليه، الذي عنوان محبته ودليل محبته صلوات الله وسلامه عليه، والبرهان على هذه المحبة هو كمال الاتباع والاقتداء، وليس بإقامة الحفلات، وليس بإقامة الرقص في هذه الحفلات، رقص الزار أو غير ذلك، لا،
هذا ليس دليلا على المحبة أبدا. المحبة هي بالاتباع، المحبة له صلوات الله وسلامه عليه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا 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 هذا, هذا هو عنوان المحبة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. مو مقيم حفلات، لا، المحب هو مطيع لمحبوبه الذي يجب أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الوالد والولد والناس أجمعين، كما قال هو صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح لما قال له الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إنك لا أحب الناس إلي إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، إلا حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن تحققت المحبة الكاملة، رضي الله عنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا لا لا، ما انتهى الدرس، ولكن هذا صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة، هذا أيضا من المحبة، من صلى علي صلاة صلى الله بها، صلى الله عليه بها عشرة، وخاصة يعني حث على هذه الصلاة والإكثار منها يوم الجمعة. يوم الجمعة فإنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة فيه، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وفي رواية أيضا لأبي داود ولغيره في السنن: فإن صلاتكم معروضة علي، معروضة علي. فقالوا له: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليمت، أي بليت، بليت. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، أي يعني أن تأكل أجساد الأنبياء. فالصلاة عليه صلوات الله وسلامه هذا أيضا من الأدلة على محبته، لأنه صلوات، لأننا إنما نصلي عليه بالإضافة إلى المحبة، لأنه هو صلوات الله وسلامه أمرنا بذلك، فنحن نصلي عليه امتثالا محبة له أولا، وامتثالا لأمره، امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، وتدليلا على محبته صلوات الله وسلامه عليه. فهذه المحبة الحقة، هذه هي المحبة الحقة. نسأل الرحمن الرحيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يحبه صلوات الله وسلامه عليه حبا حقا، وأن يجعلنا من المتابعين له والمطيعين له صلوات الله وسلامه عليه، والمحكمين لشرعه. نعم، من محبته صلوات الله وسلامه عليه تحكيم شريعته، هذه دليل قوي واضح جدا على تحكيم شريعته التي أتى بها صلوات الله وسلامه عليه. المهم أدلة كثيرة تدل على، يعني ما في إلا الحفلات، هي الحفلة بس، الاحتفال هو الشيء الغير المشروع هو الذي يدل على المحبة. لا، المحبة طريقها آخر، طريقها الذي مضى عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم، وصالحوها وخيارها من لدن القرون الأولى إلى أن حدث التغير في قرون متأخرة. فعنوان محبته صلى الله عليه وسلم ودراسة سنته أيضا، لأن من محبته صلى الله عليه وسلم أن يعني يعتني بهذه السنة التي تركها صلوات الله وسلامه. السنة أقصد الأحاديث، يعني الأحاديث التي هي مدونة الآن موجودة بين أيدينا، وما فيها والعمل بما فيها والاتعاظ بما ورد فيها في كتب الحديث وكتب السنة، في كتب يسموها كتب الرقاق، كتاب الرقاق يعني كتب جمع كتاب الرقاق، كما في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح مسلم كذلك. كتاب الرقاق، الرقاق جمع رقيقة، يعني أحاديث ترقق القلب، إما أنها وصف للأحاديث بأنها رقيقة، أو أنها تؤدي إلى رقة القلب وهو الأقوى. يعني قراءة هذه الأحاديث كما في حديث في صحيح البخاري رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم في بداية كتاب الرقاق:
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهذا الحديث الأول أو في الثاني في كتاب الرقاق. وهكذا على هذا النمط وعلى هذا النسق وعلى هذا المال الأحاديث كلها ترقيق للقلب موجودة في كتب السنة، يسمى كتاب الرقاق، يسمونها الأئمة كما صنع الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم وكما صنع غيرهما، يسمونه كتاب الرقاق، يعني هذه لترقق القلب، لترقق القلب القاسي حتى لا تكون القلوب مثل كالحجارة أو أشد قسوة، فتأتي هذه سواء النصوص من كتاب الله عز وجل أو النصوص النبوية التي مثل هذه التي يذكرها الأئمة، أئمة المحدثين في مصنفاتهم ويعقدون لها بابا يسمونه كما سمعتم يسمونه إيش؟ كتاب الرقاق. نعم. قال رحمه الله: النضو ها هنا البعير المهزول. شو بدأ يتكلم على الغريب، غريب الحديث، هذه طريقة يبدأ بغريب الحديث، وهذه يعني بضاعته فيها ضخمة كبيرة جدا رحمه الله، وهو إمام في هذا الباب مع إمامته في السنة وفي الفقه وعلوم الدين، فكذلك في اللغة، لأننا ما قلنا أنه من أئمة أيضا يعتبر الأئمة الذين لنصوصهم مكانة عالية، النصوص التي تنقل عنهم في اللغة مكانة عالية محترمة اقتدى بها، زي الإمام، كالإمام الذي إمام الصلاة الذي يقتدي به الناس، فهذا كذلك في اللغة قلنا أن له كتاب إيش؟ غريب الحديث. غريب الحديث مبني على اللغة أليس كذلك؟ يأتي بالكلمة مثل هذه، مثل النضو هذه يتكلم عنها، بس ليس بالاختصار الذي هنا في كتاب معالم السنن ليس قصده أن يذكر أن يتكلم على الغريب، لكن بمناسبة أو لوجود لفظ غريب في الحديث لا بد أن يشرحه ويبين لنا معانيه أو معناه، لا بد من هذا، وهذه هذه طريقة متبعة عند المصنفين في الحديث، ليس منفردا هو بها، لم ينفرد بها، يبدأون بعد بيان درجة الحديث ومن أخرجه أول شيء بالغريب على طول، بعد قبل الكلام على معاني الحديث وفقه الحديث وما يتصل بذلك، يبدأون بالغريب غالبا بعد الكلام على من أخرج الحديث، يعني التخريج ودرجة الحديث، ليصلوا منها إلى درجة الحديث هل هو صحيح ولا ليس بصحيح، ينتقلون بعد ذلك إلى غريب الحديث. نعم. قال رحمه الله: النضو ها هنا البعير المهزول، يقال بعير النضو وناقة النضو ونضوة، وهو الذي أنضاه العمل وهزله الكد والجهد. وفي هذا حجة لمن أجاز أن يعطي الرجل فرسه أو بعيره على شطر ما يصيبه من الغنيمة، وقد أجازه الأوزاعي وأحمد بن حنبل، ولم يجزه أكثر الفقهاء، وإنما رأوا في مثل هذا أجرة المثل. طيب، هذا شوف الآن هو يتكلم، صحيح أن الكتاب كتاب الطهارة، لكنه بمناسبة مرور هذه الكلمة الغريبة التي شرحها تكلم على هذه المسألة الفقهية، وهي مسألة إيش قال؟ ماذا قال؟ وهذا حجة لمن حجة دليل هذا حجة دليل نعم لمن أجاز أن يعطي الرجل فرسه أو بعيره على شطر ما يصيبه من الغنيمة. نعم، هذه مسألة ليست لها علاقة بالطهارة، ولكن اتصالها أو لمناسبة كلامه على كلمة نضو، إيش معنى نضو، فتطرق إلى هذه المسألة، تطرق إلى هذه المسألة التي ليس هذا موضع ذكرها، لا يعني في ليس بابها الفقهي، ليس هو الباب الفقهي لها، أو الباب الذي عادة تذكر فيه، لكن هو ذكر هنا للكلام لمناسبة ذكر كلمة النضو، قال يعني مثل هذا، مثل الذي يسموه توارد الأفكار أو تتابع أو يعني تأتي تسمع كلمة أو عبارة فتتوارد عليك المعاني والأفكار المتعلقة بهذه العبارة وبهذه الكلمة. هذا شأن الإمام الخطابي هنا لما تكلم على النضو
وشرح كلمة النضو وأنها الضعف أو الهزال، وسلسل ذلك أو تتابع في الكلام أو استمر في هذا المعنى إلى أن ذكر هذه المسألة الفقهية التي هي ليست من كتاب الطهارة صحيح، لكنها بمناسبة كلامه على النضو، والشيء بالشيء يذكر كما يقولون، فمناسبة شرحه للنضو تكلم على هذه المسألة الفقهية، وقال بأنها حجة لمن أجاز إيش؟ أن يعطي الرجل فرسه أو بعيره على شطر ما يصيبه من الغنيمة. هذه في 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 باب باب الجهاد، في باب الجهاد و أحكام الجهاد، أليس كذلك فيما يتعلق به؟ لكن هنا نحن في كتاب الطهارة، ستأتي هذه إن شاء الله هذه المسألة في ذلك الباب، لكن المقصود أنه ذكر هنا لهذه المناسبة، لمناسبة كلامه على النضو، وأن إيش معنى النضو، ما معنى النضو؟ النضو لأنها وردت في الحديث الذي عندنا، الذي أمامنا أو الذي بين أيدينا، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله. وأسأل الرحمن الرحيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن ينفعنا أو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين، ومن ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين، وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.